اخبار اليوم. اكيد حضرتك تابعت ان في دعوات يوم 25 ابريل في ذكرى تحرير سيناء للتظاهر، يعني حضرتك مع ولا ضد هذه الدعوه؟ بعض الاحزاب او بعض الحركات اللي هي النهارده اللي بتتصدر المشهد وتدعو للتظاهر. طب ما انتوا سابقا في مرحله ما دعيتوا للهدوء ودعيتوا للسكينه ودعيتوا ان الناس كلها تعمل وتكون عندها جديه في العمل والحفاظ على امن البلد ويتعاونوا مع الاجهزه المعنيه في الدوله، لان على الاقل دي مصر بلدنا. يعني توصل البلد لنفق مظلم، ان هي توصل البلد لمرحلتين او تقسمهم لقسمين. شايف ان موضوع الجزيرتين اللي حصل مؤخرا هو كان سبب رئيسي في موضوع اختلاف قطيع كبير جدا من الشعب المصري على منهج السياسة في البلد. يعني شايف ان موضوع الجزيرتين تيران وصنافير او صنافير، شايف ان الجزيرتين دول مصريين 100% بجميع الوثائق، بمكتبه برلين، مكتبات برلين في المانيا، من الناس اللي حاربت احنا بنتكلم بنقول الحكم الموجود، احنا واثقين في جيشنا، واثقين في حكومتنا، بس احنا شايفين ان الناس اساسا من ضمن الجيش اللي طلعت قالت ان تيران وصنافير او صنافير مصري دعوات التظاهر، او انا مع الوقفات السلميه ضد اي تخريب لممتلكات البلد او للمصالح الحكوميه، لان انا شايف ان ده في الاخر بيرجع على الشعب المصري بالخراب. يعني انا استفدت ايه ان انا راجل مهندس ميكانيكا، احب ان البلد او الشباب يبقى يدور على شغل ويدور على اكل عيشه زي ما بيقولوا بالمصري. يعني ضد ان انا اقف وابقى نظام همجي ونظام غير مسؤول، نظام تخريبي، لا انا ضد الكلام ده كله. انا مع ان انت عندك شيء انت حاسس ان في ظلم، في شيء جاي ضد مصلحتك او ضد مصلحه البلد، انت شايف ان انت ليك راي، اقف وقفه سلميه. الرئيس السيسي ان هو في مجلس شعب، يا ريت يبقى في استفتاء على القرار ده، في استفتاء شعبي، لان في ماده في الدستور بتنص ان الاراضي المصريه جهه سياديه، لا يملك رئيس الجمهوريه ولا يملك اي شخص في الدوله ان هو يفرض فيها او يبيعها او ياجرها او يتصرف فيها كيفما يشاء. في مجلس شعب، في شعب موجود في البلد دي، يتم استفتاء. انا اللي ينزل يتضرب زي الخيل في النار، يتضرب زي الخيل الوسخ، الخيل اللي ملهوش عاده خالص، عشان دول ما لهمش عاده. صدقني والله العظيم انا لو حاكم واي واحد ينزل يعمل اي مظاهره لاضربه زي الخيل بالنار. ما احسن بلد في ايه؟ البلد ما حلوه اهي، مالها البلد؟ هو الراجل ده اللي جه ده اقسم برب العزه، شوف احنا بنحب عبد الناصر ازاي، الراجل ده يعني هيفوق عبد الناصر اللي هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش هقول اكتر من كده، عشان ده راجل عنده دين وعنده ذمه، عاوز يعمل العيل اللي عنده بقى يشاور على العيل اللي عنده 3 سنين واربع سنين. لا ضدها، ان البلد عايزه تمشي بقى كفايه كده على حرام، لازم البلد تتحرك لقدام، مش عاوزينها ان هي تكون خطا سير كده واقفه كده والنهايه، عاوزين كل حاجة فيها شغل وكل يشتغل وكل يمشي، مش عاوزين ان تظاهر سلمي بالكلام بالورق بالراحة كده ويقدموا التظاهر بتاعهم وكل حاجة ويبعتوها، اما منك لنفسك كده وتروح تعمل ورق وتقول الغلو وتقول الكلام الفاضي ده ما لا يجوز. عايز اتحرك وكله يشتغل، مش كله عايز مثلا، كله عايز كل حاجة وهو قاعد على هواه ونايم ومش عايز، مش عايز يشتغل وعايز فلوس. عمر البلد متحرك لغير لما كله يشتغل ويتحرك عشان نتقدم زي الدول التانيه، بس ليها اغراض وليها اهداف، والبلد مش يعني البلد عايزه تقوم على حالها بقى، مش فاضيين الحاجات دي دلوقتي. على 25 يناير وفي اللي بتظاهر على حتى على الارض اللي خدتها السعوديه، كل واحد طالع على ون، بس هي المفروض ولا في تظاهر؟ هيتظاهروا على ايه المفروض؟ احنا مالناش حق، هو واحد خد حقه تتظاهر على انهي اساس؟ السعوديه كان لها حق وبتاعها منها وخدته، تتظاهر ليه؟ هو البلد كل ما تقوم في ناس عايزه توقعها، كل ما تقوم في جهات عايزه توقع السيسي، هتتظاهروا على ايه؟ بدل ما انت تقف ورا السيسي وتقف ورا البلد ان توقفوها وتقف وراه الفتره دي، ليه الفتره دي اكتر فتره المفروض تقف الناس وراه، تقف وراه وتدعمه، لكن في جهات كتير كذا جبهه، ده هو بيحارب كذا جبهه، الجبهات الداخليه ولا في جبهات داخليه بتحاربه ولا الجبهات الخارجيه،
ولا الخارجية.